رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا، وهنبتديها باستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره نادي الاهلي اللي كتب على تويتر: يوم مصري عظيم، مصر تفوز بتنظيم بطوله امم افريقيا 2019، كابتن محمد صلاح الافضل في افريقيا للعام الثاني على التوالي، الاهلي العظيم يغرد في سماء الكره المصريه ويسجل الفوز رقم 1000 منفردا عن غيره من الانديه المصريه. كمان كتبت رانيا علواني عضو مجلس إدارة نادي الأهلي على الفيسبوك: مبروك لمصر تنظيم واستضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019. كتب محمد الجرحي عضو مجلس إدارة نادي الأهلي على الفيسبوك: مبروك رسميا، مصر تفوز بحق تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019. ناصر ماهر كمان لاعب النادي الأهلي نشر صورة على الانستغرام من مباراة سموحة وكتب: الحمد لله اللي جاي أفضل إن شاء الله. نشر كمان حسين الشحات لاعب النادي الاهلي الجديد صوره على تويتر في ملعب التتش وعلق وكتب: الحمد لله الاهلي فوق الجميع. الصفحه الرسميه لشركه بريزنتيشن سبورتس على انستغرام نشرت صوره لاحتفالات للاحتفال طبعا بتنظيم مصر لكاس الامم الافريقيه وعلقت وقالت: عملناها كالعاده. نشرت كمان صفحه شركه استادات على تويتر صوره وعلقت عليها: الف مبروك للشعب المصري الفوز بتنظيم كاس الامم الافريقيه 2019. كتبت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على تويتر: مصر بلد الأمان، ترحب بالدول الأفريقية وجماهيرهم في بطولة أمم أفريقيا 2019، مصر أم الدنيا، تحيا مصر. كمان كتب أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي على تويتر: مبروك على مصر شرف تنظيم كأس الأمم الأفريقية. محمد هاني لاعب النادي الأهلي على تويتر كتب: مبروك لمصر تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019. وكتب كمان أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة على تويتر: لحظة فوز مصر بتنظيم البطولة ردا على المشككين، فما كانت وقيمة مصر والشخصيات الكبيرة المتواجدة بها أمثال المهندس هاني بوريدة كبيرة للغاية، تصنع الفارق والذي قاد الملف باحتراف كبير إلى أن فازت مصر بالتنظيم. كمان النجم محمد أبو تريكة كتب على تويتر: مبروك لمصر تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019، قبلة الحياة تعود للكرة المصرية، أتمنى أن نحسن الاستفادة منها على كافة المستويات، المنظومة تحتاج تكاتف الجميع لتقديم صورة تليق بعظمة بلدنا مصر، كل الأمنيات الطيبة لتقديم بطولة مبهرة للجميع. كمان كتب وائل جمعة نجم النادي الأهلي السابع على تويتر: بالتوفيق لمصر إن شاء الله في الفوز بالبطولة الثامنة. كمان نشر أحمد المحمدي كابتن المنتخب الوطني ولاعب أستون فيلا الإنجليزي على تويتر صورة للمنتخب وكتب: مبروك لمصر تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019. وبعد فوز محمد صلاح نجم مصر وليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، نشر أمير عبد الحميد مدير أكاديميات النادي الأهلي في الشيخ زايد صورة لصلاح على صفحته على الإنستغرام وكتب: ما شاء الله، الله أكبر، فخرنا، ربنا يحميك ويحفظك. نشر كمان أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي صورة على تويتر مع محمد صلاح وكتب: مبروك يا حبيبي، أحسن لاعب في أفريقيا. كمان صفحة المنتخب الوطني على انستغرام نشرت صورة لمحمد صلاح وكتبت: ملك القارة للسنة الثانية على التوالي، مبروك لفخر العرب على تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018. أما أحمد حجازي لاعب المنتخب وويست بروميتش ألبن الإنجليزي فكتب على تويتر: مبروك يا صلاح، أحسن لاعب في أفريقيا للسنة الثانية وكل سنة إن شاء الله. نشر كمان محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب صورة لي مع محمد صلاح وعلق عليها وكتب: مليون مبروك يا فخر العرب. كتب علي غزال برضو لاعب المنتخب الوطني وفيرانسي البرتغالي: مبروك محمد صلاح إن شاء الله عن استحقاق. كمان كتب أحمد حسن كوكا لاعب المنتخب أولمبياكوس اليوناني على تويتر: مبروك يا حبيبي. وكتب محمد ناجي جدو لاعب النادي الأهلي السابق والجونة الحالي على تويتر: مبروك لمصر، مبروك لصلاح. وكمان نشر صلاح أمين مهاجم فريق النجوم صورة لمحمد صلاح على صفحته على إنستغرام وكتب: ألف مبروك يا فخر بلدنا، إن شاء الله اللي جاي أحسن لاعب في العالم. نشر كمان أو نشرت صفحة في الجول على الإنستغرام صورة صلاح وكتبت: بداية صعبة والآن ها هو نفسه يجلس ملكا متوجا على عرشه كأفضل لاعب في القارة السمراء. شكرا محمد صلاح لجعلنا نؤمن من جديد أن الأحلام يمكن أن تتحقق. نشر كمان فنان يوسف الشريف صورة لمحمد صلاح على تويتر وكتب: مبروك يا اللي رافع راسنا دايما. ونشرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد على تويتر
صوره للاعب الايفواري اريك بايلي، وكتب تهانينا للاعب يونايتد اريك بايلي الذي تم اختياره ضمن افضل 11 لاعب في قاره افريقيا خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكره القدم. اخيرا نشرت صفحه نادي اتلتيكو مدريد الاسباني على تويتر صوره للاعب الغاني توماس بارتي، وكتبت لاعب وسط الفريق توماس في قائمه الفريق المثالي الافريقي لعام 2018 حسب تصنيف الكاف. تهانينا الخالصه ايها النادي. مشاهدينا نطلع دلوقتي الفاصل السريع ونرجع نستقبل بعد كده ضيفنا استاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كره.